السلام عليكم، وضعكم لايك للفيديو واشتراككم في قناة فكرة تشجيعا لنا للمزيد من العطاء والتألق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. هذا الدرس مخصص للذين يعني اشتركوا بشبكة الاتصال الويفي أو الوايرلايس أديزيل، اقتنوا جهاز أديزيل من شركة الاتصال يعني الوحيدة في المغرب التي حاليا يعني الذين اقتنوا جهاز الأديزيل الخاص بالويفي الخاص بشركة اتصالات المغرب. الذين اقتنوا هذا الجهاز الكثير منهم يعني من الذين يتواصلون معي أكثرهم يتساءلون عن أحد الأسئلة التالية. إذا من الأسئلة التي واجهتني، كيف أعيد ريزيت لجهاز الأديزيل؟ بالطبع طريقة سهلة سهلة جدا، فقط ما يتطلبه الأمر هو أن تستحضر جهاز الأديزيل. بطبيعة الحال نتكلم عن الأديزيل الخاص بشركة اتصالات المغرب ماروك تيليكوم. الجهاز معي وهو على هذا الشكل كما نرى في الشاشة، تكنيكولور الخاص باتصالات المغرب. هذا الجهاز من نوع يعني ليس مشكل في النوع، فقط لأن نفس الأجهزة المتاحة عند اتصالات المغرب التي تزودك به عند الاشتراك في شبكة الاتصال واي فاي، نفس جميع الإصدارات الأجهزة يعني فيها هذه الإمكانية. الأمر وبعجالة الذي سنقوم به لإعادة الريزت هو أخذ هذا الجهاز وتوصيله بطبيعة الحال، فهنا تزويد هذا الجهاز بالشاحن، فيجب عليك أن تزود هذا الجهاز كما نعلم الشاحن وهكذا ونوصله بالكهرباء. فبعد إيصاله بالكهرباء تظهر الأضواء كلها في هذه المصابيح، وبعد ذلك تأخذ إبرة كهذه مثلا كما ترون، إبرة خياطة عادية أو التي يستعملها النساء، نأخذها. وكما نرى في الجهاز هنا توجد كلمة ريزيت كما نرى ريزيت، ويوجد بها أداة يعني ثقب صغير، نقوم بتوصيل هذه الإبرة بهذا الثقب ونضغط على الزر الموجود في الثقب. بعض الشباب يسألون أني إذا قمت بإيصال الجهاز بالكهرباء وقمت بعمل كونفيجريشن ويعني إعداد الراوتر ولا أحتاج لشيء، فقط أريد أن يقول لك عندما أنتظر انتشار الواي فاي لا ينتشر رغم أني قمت بإعداد الراوتر وقمت بجميع الإجراءات الممكنة. أقول لك أخي المشكل أين؟ المشكل في هذا الزر، تضغط عليه بعد توصيل الكهرباء وعمل configuration، تضغط عليه لمدة 30 ثانية، وبعدها عندما تمر 30 ثانية تستطيع أن تشاهد من خلال أجهزة متصلة أو القريبة من هذا الجهاز أن تتصل بالإنترنت. كذلك هنالك العديد من الأمور التي فيما يتعلق أيضا يعني طريقة فتح الجهاز. هذا الجهاز الذي لدي هذا الإصدار ليس فيه زر، يعني بعض الأجهزة مثل هذا يوجد فيه زر بالجانب بهذا الشكل في هذه المنطقة يعني بالجانب، وبإمكانك الضغط عليه والضغط يعني واستخراج الغطاء يعني إذا أردت أن تصلح الجهاز أو غير ذلك. لا يسعني سوى توديعكم في هذه الحلقة، في أمل لقائكم بإذن الله عز وجل في حلقة جديدة.